السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. هاد القصة هادي ديال واحد السيد عيا ما يجري مسكين في الاطباء باش يولد، وما عطاش الله الولاد. عيا ما يدير في العشوب، عيا ما يتسارى عند العشابة، ما عطاش الله الولاد. النهار اللي بغى الله يعطيه الولد عطاه له في السن ديال 80 سنة، حتى بلغ السن ديال 80 سنة عاد زاد عنده ولد. عرف راسو بان غادي توفى حيت غادي يكبر داك الولد هذاك، دونك ما غاديش يلحق عليه لان راه عنده 80 عام والولد ديالو يلا خلق. منين غيوصل هو 100 عام؟ الا وصلها الولد غيكون عنده 20 عام. اش دار؟ كتب واحد الوصيه وخلاها للمراه ديالو، قال لها التقليد على رقبتك فاش نتوفى جبدي هاد البريه وعطيها للولد ديالي. داكشي اللي كاين، فاش توفى داك الحاج في السن ديال 93 سنه، بلغ الدري السن ديال 13 سنه، ما عطاتوش البريه حتى بلغ سن الرشد 18 سنه، عاد عطاتو البريه. قالت له هكا ولدي هاد الامانه خلاها لك الوالد ديالك، وقال لي بانها فيها كنز كبير. وشنو هو الكنز؟ واحد الحكمه ديال واحد السيد كان كيعرفو الوالد ديالو، سميتو العجائب والغرائب. كان ديما كيعطي حكم، وكان داك السيد في الصحراء عنده واحد الخيمه في الصحراء، وكان كيعطيه الحكم ديما، وكان كيدير بداك الحكم ونجح في الحياه ديالو. داك الشيء اللي دار الولد، حل البريه لقى فيها كان رضيع ليك ولدي، وكان طلب منك قبل ما تزوج حتى تشوف العجائب والغرائب. ما فهم والو هو بداك الشيء هذاك، معجب تعجب، قال ما يمكنش، ما فهمت والو، ما نتزوج حتى نشوف العجائب والغرائب. مشى عند الام ديالو للدار كيجري، قال لها ما فهمت والو في هذا الشيء، هذا الوصيه اللي خلى لي الوالد ديالي، ما فهمتش يعني اش كيعني بهذا الكلام، ما نتزوج حتى نشوف العجائب والغرائب. قالت له فعلا ولدي كان مره كيدخل الوالد ديالك للدار وكيقول لي راني تلاقيت بالعجائب والغرائب، وقال لي واحد الحكمه، خصك حتى انت تتلاقى بهذا السيد هذا. قالت له خصك تسافر وتلاقى به، راه كاين في الصحراء هو. داك الشيء اللي دار داك الشاب هذاك، هز الساك ديالو الحويجات ديالو وبس لمو الراس ديالها، وقال لها غادي نمشي نتلاقى بهذا السيد هذا، بهذا الحكيم. بقى غادي في الطريق، الحاجه الاولى اللي تلاقى معاها في الطريق شنو هي؟ واحد الحنش، بل واحد الحنش فواحد البلاصه، وداك الحنش كيشكل خطر على داك الدوار، على ديك الساكنه اللي تما. اش قال؟ قال ما يمكن لياش انايا نمشي ونخلي هاد الحنش هنايا، يقدر يقتل شي دري صغير ولا مثلا شي ماشيه، ولا خصني نقتلو، خصني نبعد الاداء على الطريق. هز واحد العصا بدا كيضرب داك الحنش باش يقتلو، كل ما كيضرب داك الحنش الا وداك الحنش كيكبر، كل ما كيضربوه هو باش يقتلوه والحنش كيزيد يكبر. تعجب هو، قال ما فهمت والو، وهاد الشيء هذا عجائب وغرائب، ما فهمت والو انا في هاد القصه هذه، العجائب فعلا والغرائب. خاف كمل الطريق ديالو، قال هاد الشيء هذا نعجب، كمل الطريق ديالو. بقى غادي غادي دخل في الغابه، وشويه هو يبان له واحد الهيكل عظمي وفيه النحل، فيه العسل لداخل الهيكل العظمي، لداخل فيه العسل. بقى معجب، قال سبحان الله العظيم، شوف هاد النحل فين دار العسل، دارو في هيكل عظمي ديال واحد ميت. انا بغيت ناكل دابا شويه ديال العسل، ما يمكن ليش لان العسل كاين في هيكل عظمي ديال انسان ميت. قال والعجائب والغرائب هادشي هذا. تعجب ما فهم والو، كمل الطريق ديالو، بقى غادي مع الطريق، غادي مع الطريق، وهو يبان له واحد العود، واحد البلاصة مربوط وكاين حداه الربيع، كاين الخير والربيع والورد، ولكن داك العود هذاك ضعيف وما كياكلش داك الربيع هذاك اللي حداه. تعجب، قال واه العجائب والغرائب هاد الشيء هذا، هاد الشيء هذا عجب. مشى حشلو الربيع هو من بلاصة أخرى وحطو له حداه، بدا كياكلو وما كياكلش الربيع اللي حداه، وكلا الربيع اللي جاب له هو، حشلو له من بلاصة أخرى. تعجب، قال واه العجائب والغرائب هاد الشيء هذا. كمل الطريق ديالو، بقى غادي 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 في الطريق، وهو توصل تقريبا الدخله ديال الصحراء ديال الرمل، قرب يوصل للصحراء.
وهو بان له واحد العود في وسط الرمله، ما كاين لا ربيع لا حتى شي حاجه حداه، وصحيح داك العود هذاك صحيح تبارك الله. تعجب قال ما يمكنش هذا العود هذا في الرمله والصحراء والشمس والعود صحيح صحيح يعني تبارك الله بهاد الصحه هذه، يعني هادشي هذا ما كيدخلش للدماغ. قال والعجائب والغرائب هادشي هذا تعجب. زاد غير واحد شويه فات داك العود هذاك وهو يبان له واحد القيطون تما في وسط الصحراء. وصل داك القيطون هذاك كيبان له واحد السيد من البعيد عنده لحيه بيضاء الحاكم. جالس داك السيد هذاك داك الشيخ حاكم وصل عنده سلم عليه السلام عليكم. عليكم السلام. قال له شكون انت ولدي؟ قال له ودي انا الشيخ راني جاي من واحد البلاصه بعيده وكنقلب على واحد السيد سميتو العجائب والغرائب. قال له هو انا ولدي العجائب والغرائب. قال له شكون انت؟ قال له ولد فلان. قال له الوالد ديالك كان ديما كيجي لعندي لهنايا وكنعطيه الحكم في الحياه وكان كيدير بهم. قال له راه الوالد ديالي هذاك الحاج راه توفى الله يرحمه. قال له الله يرحمه ويوسع عليه. قال له ياك لاباس ولدي ياك ما كاين ما نقضيو. قال له ديال الحاج اش غادي نقول لك؟ قال له قبل من هذا الشيء كله بعدا اللي غادي نقول لك بان راه وصلتني واحد الوصيه من الوالد ديالي قال لي ما تتزوج حتى تشوف العجائب والغرائب في الحياه. قال له اشنو شتي يا ولدي في هاد العجائب والغرائب؟ شنو شتي؟ شتي شي عجائب وغرائب في الحياه؟ قال له غير في الطريق اللي جيت لعندك انا دابا راه شت العجب. طرح عليه السؤال هذاك الشيخ قال له شنو شتي يا ولدي؟ قال له منين كنت جاي في الطريق الدخله الاولى ديال الغابه بان ليا حدا واحد الدوار واحد الحنش بغيت نقتلو باش نبعد الاذى على الطريق. كل ما كنضربو هو كيزيد يكبر، كل ما كنبغي نضربو نقتلو كيزيد يكبر. قال له عجائب وغرائب ما فهمت والو. قال له ولدي المثال ديال داك الحنش اللي كنتي كضرب وكيزيد يكبر، وهو واحد السيد خرج واحد من الكلمه من فمه ديال العيب، وديك الكلمه كانت صغيره وبدات كتكبر، والسبب ديالها باش كبرات وهو انه قال لواحد السيده اخرى راني شفت واحد السيده جارتي مع واحد الراجل، هذاك السيد هذاك هز ديك الكلمه اللي قال له هذاك وزاد عليها وقالها لواحد اخر وقال له راني شفت هذيك السيده ركبات في الطوروبيل مع ذاك الراجل. يعني الكلمه غاديه وكتكبر، واخا داك السيده هذيك كانت غير مع داك السيد هذاك غير يسلفها شي فلوس، ولكن سوء الظن بالناس يعني والتهام الباطله اللي كنزلوا على الناس هذيك هي الكلمه اللي غادي تدخلك لجهنم. هي اللي كانت صغيره وبدات كتكبر وبالتالي غادي تقدر تدخل بها لجهنم اولدي، وحاول تجنب بحال هذا الشيء هذا. وجه له الشيخ السؤال للمره الثانيه قال له واش شتي ولدي شي عجائب وغرائب وحدين اخرين؟ قال له ايه يا ودي الشيخ. قال له بحالاش؟ قال له كنت جاي في الطريق في الغابه وهو كيبان لي واحد الهيكل عظمي وفيه الشهد فيه النحل. تعجبت انا كيفاش النحل دار الشهد تماك وانا كنت مشهي باغي ناكل العسل مصلح ليش كي ندير. قال له يعني عجائب وغرائب ودي الشيخ. قال له داك الشيخ واش فهمتي المعنى الحقيقي ديال العسل في الهيكل العظمي ديال الانسان في القفص الصدري ديال الانسان الداخل؟ وهو واحد السيد حامل لكتاب الله، يعني كيقرا القران ليل ونهار وكيصلي بالناس وعنده الايمان والدين يعني في القلب ديالو، ولكن القلب ديالو غير مطهر من الداخل، يعني كيدير شي حوايج خارجين على اطار الشرع والقانون. داكشي اللي كيقول للناس ما كيطبقوش، حامل لكتاب الله وكيكذب على الناس ديروا هادي ديروا هادي، ولكن كيدير هو العكس. هذاك هو المعنى الحقيقي ديال داك العسل اللي كاين في الهيكل العظمي الداخل ديال الانسان. طرح عليه السؤال الشيخ للمره الثالثه وقال له اشنو شتي في الطريق ولدي منين كنتي جاي؟ حاجه اخرى شتيها يعني ادهشتك شي عجائب وغرائب وحدين اخرين؟ قال له ايه اودي يا الشيخ، كنت جاي في الطريق وبان لي واحد الخيل واحد العود هزيل في واحد الحقل حدا الفصاح حدا الخير حدا الزرع حدا كل شيء، ولكن ما كياكلش منه هو ضعيف هزيل. وجبت له الربيع من بلاصه اخرى، حشيت له الربيع من بلاصه اخرى، حطيته له وكلاه وتعجبت يعني عجائب وغرائب. قال له داك الشيخ
المعنى الحقيقي ولدي ديال داك الشيء هذاك ديال داك الخيل الهزيل اللي ما كياكلش الماكله اللي حداه، واحد الانسان بخيل اللي ما كيصرفش على المراه ديالو وعلى الولاد ديالو، بخيل وعنده الرزق وعنده كل شيء وكيبغي ياكل ديال الناس وكيبغي يلبس ديال عباد الله، وهو عنده كل شيء ولكن كيخاف من المستقبل، كيقول لا ما نخسرش هذا الشيء اللي عندي، راه غدا غادي تكون الحرب، راه غدا غادي نحتاج، وكيعيش راسو ديما في الاوهام والجوع والبخل، وكياكل غير ديال عباد الله ما كياكلش ديالو. هذا هو المعنى الحقيقي ولدي ديال داك الخيل الهزيل اللي حداه الفصه وما كياكلهاش وكياكل فصه اخرى. طرح عليه السؤال للمره الرابعه الشيخ، قال له منك تجي في طريقه ولدي واش شتي شي حاجه اخرى ادهشتك، شي عجائب وغرائب وحدين اخرين؟ قال له يا ودي الشيخ، الدخله ديالي للصحراء كيبان لي واحد الخيل في الرمله والشمس في الصحاري، وصحيح تبارك الله ادهم صحيح. شنو هو المعنى الحقيقي ديال داك الشيء ودي الشيخ؟ اجابه الشيخ قال له بان داك الخيل اللي في الصحراء وما حداه لا ربيع لا والو صحيح، هو واحد السيد ينفق ماله، ينفق كاع داك الشيء اللي عنده، بحال ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي سولوا الرسول قال له شنو خليتي لاولادك، ماذا تركت لاولادك؟ قال له تركت لهم يا رسول الله الله والرسول. ابو بكر الصديق يعني الانسان اللي كينفق، حيت كاين شي واحد كيقول لك لا ما نقدرش انا نعطي راه فلوسي هادو كذا، الا عندك 100000 ريال كتحيد منها 5% كتصدق منها غير 5%، الا حيدتي 5% من 100000 ريال ما غاديش تنقصوا الفلوس كلها، كل ما نفقتي كثر الا وربي كيزيد كيعطيك الخير كثر. هذاك هو المعنى الحقيقي ديال داك الخيل اللي في الصحراء، وصحيح داك السيد هذاك ما عمرو تخس، ابو بكر الصديق ما عمرو تخس، ما عمرو تخس، كل ما نفقتي الا وربي كيزيد كيعطيك الخير وكيفيد عليك الخير. هذاك هو المعنى الحقيقي ديال داك الخيل اللي في الصحراء، وصحيح كينفق المال ديالو كيصدق من المال ديالو، وفي الاخير طلب منه الشيخ انه يطبق ديك الحكم الاربعه اللي شاف في الطريق ديالو، يطبقها في الحياه ديالو اليوميه، الا بغى الزواج ينجح له، والا بغى تكون عنده ذريه صالحه. كنتمنى ان القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، الى قصه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنتمنى ليله سعيده للجميع.